أعزائي المشاهدين، كنا قد بلغنا في الحديث السابق مسألة جديرة بالوقوف عندها فيما يتعلق ببناء هذه المدينة العظيمة، مدينة السلام بغداد. قلنا أن مشروعاً كالذي تصوره المنصور لبناء مدينة إمبراطورية، مدينة عالمية كما أراد، كان يستدعي خبرات واسعة لم تكن مسبوقة من قبل، أو لم تكن قد عبرت عن نفسها بمشروع مماثل. انظروا إلى قوله، قال: أريد أن أبني مدينة أسكن فيها في حياتي، ثم يسكن فيها أبنائي، ثم تكون يعني بمعنى أعظم مدينة في الأرض. الله كان يعني كان ينتقي كلماته بدقة، كان يريد أن تكون مدينة ليست له ولا لأبنائه ولا لقومه ممن كانوا يعاصرون، وإنما مدينة الأعظم والأكبر في الأرض. حتى لو افترضنا أنه لا يقصد الأرض الكرة الأرضية، ولكن في الأرض في الربع المسكون كما كان الجغرافيون القدامى يسمونها. إذا المدينة بهذا الطموح وبهذه السعة المتخيلة أو المطلوبة لابد لها من إمكانات غير عادية. كم من أحجار الطابوق أو الأجر، كم من يعني يلزم جبال من الجص وجبال أخرى من الطابوق، وما لا يحصى من كميات الحديد والمواد الأخرى والخشب وغير ذلك، في بلد لم تكن فيه مدن باستثناء واسط يعني والكوفة والبصرة. إذن كان عليه أن يفكر في بناء مدينة أخرى مجاورة لموقع المشروع، مدينة كأنها معسكر بناء تضم آلافاً من العمال والفنيين. فأمر بذلك، وفعلاً أنشئ معسكر كبير جداً في ناحية قريبة من موقع العمل. يقدر المؤرخون، ونحن لا نثق دائماً بما يقوله المؤرخون القدامى في مسألة الأرقام لأنهم يبالغون أحياناً، ولكن تعطينا هذه الأرقام على مبالغتها تصوراً عن حجم العمل، عن كثرة العاملين. قال المؤرخون أن عدد العمال بلغ، بما فيهم المهندسين وغيرهم، بلغ 100,000 عامل. 100,000 رقم كبير، يعني كبير فعلاً. لو افترضنا أن هذا الرقم لم يكن دقيقاً تماماً، لكنه قريب من الدقة، أو على الأقل يعطينا تصوراً عن ضخامة العدد. لم يكن وهذا أمر منطقي، كيف تقوم بمشروع كهذا خلال وقت قصير؟ المنصور لم يرغب في أن تطول فترة العمل في تنفيذ المشروع، وبالتالي كان عليه أن يحشد أعداداً كبيرة من كل مكان، كل ذي خبرة استخدمه. تخيلوا، استخدم العمال والفنيين، ويبدو أن كان هناك اختيار للعمال الفنيين من بلاد الشام، اختارهم من واسط، من الكوفة، من البصرة، اختارهم من أماكن مختلفة، كل ذي خبرة استخدمه، وأسكن في هذا المعسكر الكبير، أو بالحقيقة هذه المدينة المؤقتة التي شيدت على عجل في الموقع القريب. ومن هؤلاء العمال ومعهم أعداد كبيرة من المهندسين الحاذقين، كان هناك من ينتقي له كل ذي خبرة. من الآن المشكلة يمكن معالجتها سهل، لأن هناك مشاريع كثيرة، وكل مشروع يفرز المتقنين الذين قاموا به. ولكن في عصر لم تكن قد سبقت يعني مدينة السلام مدن أخرى، لم تكن قد شيدت فيه مدن سابقة،
كيف تميز بين المهندس المتقن والمهندس غير المتقن؟ هذه مسألة تستدعي دقة في الانتقاء ومراجعة السجل لكل بناء ولكل مهندس ماذا فعل من أعمال يمكن أن تقنع صاحب المشروع بأن يختاره لبناء ما يريد. فمئة ألف أو أقل أو أكثر من الفنيين والعمال المهرة والعمال العاديين كان يمثل رقما صعبا فعلا في ذلك العصر. الآن أمامنا مشكلة أخرى، كيف يعيش هذا الجيش المئة ألف في هذا الموقع، جمعوا في هذا المكان، كيف يعيشون، ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ يعني لو تخيلنا مشكلة توزيع المياه على هذا العدد في اليوم الواحد وكلهم يعمل، يعني كلهم يخرجوا صباحا وفي نهاية النهار يعودوا إلى حجرته أو إلى خيمته أو إلى ما كان هناك من وسائل الإقامة، يلزمنا عدد هائل من التانكرات التي تنفذ ولا تكمل الحاجة إلى ما فيها من مياه. إذن كانت هناك مجموعة كبيرة من المشاكل. لا نتصور بناء مدينة بهذه السعة عملا سهلا، يخلق ألف مشكلة، الإطعام، الماء إلى غير ذلك. وبالتالي كان المنصور هذا الرجل العبقري بمعنى الكلمة مقدرا هذه الظروف ويعرف هذه الصعوبات، وكان يعطي تعليمات محددة يمكن لمن يكلفهم بتنفيذها أن ينفذوها، تعليمات قابلة للتنفيذ. وبالتالي وجدنا مدينة مؤقتة قد ظهرت خلال وقت قصير وحلت فيها هذه المشاكل. لا نعرف كيف بالضرورة يعني، ولكن إقامتهم فيها لفترة يعني تجاوزت السنتين تقريبا، وهي فترة بناء بغداد وفترة التعطل عن البناء لأن حدثت هناك توقفات فيها، هذه الفترة يعني طويلة بالنسبة إلى هذا العدد من العمال. وبالتالي من الضرورة أن نتصور أو أن مشاكل كثيرة قد حلت من قبل مهندسين ومن قبل ذوي الخبرة بحيث عاشوا واشتغلوا. انظر إلى نظام العمل، كان هؤلاء يعملون في البناء ليوم واحد ثم تأتي وجبة أخرى، يعني إن كانوا 100 عامل فخمسون منهم 50 ألف منهم كانوا يعملون، والخمسون الآخرون كانوا يبقون في معسكراتهم في مدينتهم هذه. وفي اليوم الآخر تنقلب الآية، يعني مناوبة، شفتات كما نقول اليوم. ما الحكمة في هذا؟ أن نتصور بأن نصفهم كان يعمل ونصفهم كان يرتاح، هذا أمر يأباه التصور السليم، يعني ما هذه الراحة في غير مكانها ولا زمانها. ولكن لنا أن نتصور أن هؤلاء الذين يعملون كانوا يعملون في البناء والنصف الآخر كان يعمل في أعمال مساندة لعملية البناء، يعني نجارين ينجرون وحدادين يعملون في مجال الحديد، وهناك أعمال كثيرة إلى جانب العمل يعني المباشر في البناء. وإذن كان هناك نوع من يعني مناوبة، ربما والغالب أنه كان لغرض تقاسم العمل لاختلاف طبيعته أو لأسباب أخرى من قبيل يعني جزء يعمل والجزء الشطر الآخر كان يقوم بأعمال مساندة. حتى هذا فكر فيه ونجح، لأن خلال فترة قصيرة نسبياً، يعني بدأ البناء في عام 145-146 المدينة في بداياتها، المدينة يعني أنجز منها ما يقرب من قامة إنسان،
وارتفعت بعد ذلك، استمر وتوقف البناء فترة، ثم عادوا يبنون حتى اكتملت الجزء الأساسي منها، أصبح يمكن الإقامة فيها، ولكن الأسوار والخنادق وتعطل بناؤها إلى سنة أخرى. هذه الفترة كلها كان هناك عمال يعملون إلا فترات الانقطاع. كيف كان يجري العمل؟ حقيقة كان هناك يعني تعاون كبير، وكان هناك تنظيم للعمل. في أي عمل إذا لم يكن هناك نظام دقيق ستكون هناك فوضى، وستكون ما لا يحمد عقباه. أقوام جاءت مختلفة الخبرات ومن مدن مختلفة، من الشام، من العراق، من أماكن أخرى، لم يتدربوا على عمل جماعي منظم. كيف تستطيع إدارة العمل أن تستفيد من قابلياتهم المختلفة تماما؟ كان هناك يعني هذا هو فن الإدارة بالحقيقة، لا شك أن كان هناك فن متقن في إدارة هذا الجمع أو الجموع من البشر العاملين. كما أن المدينة كانت تحتاج إلى يعني ليس إلى عمال فقط، وإنما إلى خبرات متنوعة، يعني الذي يبني الخنادق، يبني الأسوار، يبني الساحات، يبني وهناك عديد من المهن الأخرى، النجارين وغيرهم وغيرهم. هؤلاء كل له يعني فنه البنائي وخبرته، كيف تنظم العلاقة بين أولي الأصناف الحرفية المختلفة الذين يؤدون عملا واحدا متنوع الجوانب. لا شك كان هناك حقيقة عندنا يعني إشارات مهمة إلى أن المنصور لذكائه لم يعتمد على مهندس واحد. بعد أن تم وضع التخطيط على الأرض وسنتحدث عنه الآن، قسم العمل بين 4 مهندسين كبار، كل منهم يرأس مجموعة من المهندسين، يعني عمل هرمي 4 من المهندسين الكبار، وأناط بكل مهندس منهم ربع، أن ينفذ ربع المدينة. لو أنجزوا جميعا العمل بوقت واحد ستنتهي المدينة في وقت واحد، هذا لتوفير الوقت. يعني لو أناط هذا العمل بمهندس واحد ربما ستأخذ 4 سنوات، لكن لو قسمه بين 4 سيكون ربع المدة، وهكذا فعل فعلا. وأمر بأن يسمى كل ربع من هذه المدينة باسم ذلك المهندس الذي أشرف على تنفيذ الجزء الربع الخاص به. إلى يعني إتقان العمل ومركزية التخطيط. ولو تقصر مهندس من المهندسين 4 سيظهر تقصيره أمام الناس رأسا، لأن هناك من قد يكون قد أنجز العمل على نحو أفضل، فسيبدو المقصر مفضوحا أمام الخليفة وأمام الناس. لذلك ما عندنا مشكلة، إحنا ما سمعنا أن جزءا ارتفع وجزء ظل يعني دون ذلك المرتفع. قالوا وصل إلى حد قامة إنسان، يعني دون المترين أو 180 سنتيمتر أو هذا الحدود، وتوقف الجميع، لأن الدولة شغلت في قمع حركات يعني مناوئة لها، وإلى أن تم القضاء على تلك الحركات عاد العمل إلى المدينة مرة أخرى من نفس اللحظة التي توقف فيها، من نفس المرحلة التي توقف فيها، كأنه لم يتوقف. هذا حقيقة عمل مبهر بكل تفاصيله. مع الأسف المؤرخون لم يناقشوا كثيرا من هذه الأمور التي نتكلم عنها الآن. يعني قالوا بنى المدينة، جهز العمال، حشد العمال، بنوا، لكن لم يتحدثوا لنا عن فن الإدارة، حتى لم يتحدثوا لنا عن خبرات أولئك العمال السابقة، لم يتحدثوا لنا عن كيفية حل مشاكل الإطعام والسقاية، وتركوا للباحثين المتأخرين أن يجتهدوا في ملء هذه
الثغرات في الروايات التاريخية القديمة. كيف خططت المدينة؟ حقيقة المدينة يعني محيطها 10 كيلومترات، تخيل تخطيطها في تلك الوسائل البدائية لتخطيط المدن أو المساحات الكبيرة كان يبدو أيضا صعبا، وأن يأتي هذا التخطيط متقنا إلى حد السنتيمتر، يعني حد الذراع الذي هو 50 سنتيمتر، هذا كان عملا فعلا يحتاج إلى مهندسين من نوع آخر مختلف، ما يسمون بمهندسي وزن الأرض. وزن الأرض يعني تحديد مستوياتها وارتفاعاتها، بمعنى المساحين في مصطلحاتنا المعاصرة، والخبراء في التخطيط. وبما أن المدينة مركزية فجعل هناك وتد ربط فيه حبل، هذا الحبل يعني بمسافة معلومة، ثم دير هذا الحبل يعني دوروه مشوه حول المركز اللي هو كان في الأساس نقطة وسطية، فأصبحت لديهم دائرة، ثم شرعوا بعد ذلك يقسمون هذه الدائرة، يعني يحيطونها أو ينتقصون منها دوائر أخرى، هذه الدائرة الخارجية للخندق، هذه الدائرة التي بعده للسور الخارجي، هذه الدائرة التي بعدها للسور الداخلي، وهكذا، لأنها دائرة يعني ممكن من خلال مثل برجال أو الفرجال، ممكن بس هذا فرجال كبير يعمل على 10 كيلومترات محيطا. خططت المدينة، وبعد ذلك أراد المنصور أن يراها، كان لا يمكن أن يرى مساحة بهذه الاتساع إلا إذا فعل شيئا جديدا. فالمؤرخون يروون الرواية أن حدود المدينة كاملة بعد أن رسمت على الأرض كاملة بشوارعها ودورها وأسوارها، رسمت كاملة على الأرض، رشت أو وضع في أماكن، إحنا الآن نستخدم الجير لرسم الحدود الدار حينما نبنيها حتى يعرف العمال أين يحفرون الأسس. في ذلك الوقت بدل هذا الجير وضع بذر القطن وبكميات على طول حدود المدينة وطول تفاصيلها، وفي الليل وقف في مكان يطل على هذا المكان، وأشعل ونفطت، يعني وضع عليها النفط، وأشعلت هذه الحدود المميزة بذور القطن وبالنفط مرة واحدة، ووقف رأى المدينة بحدودها كلها مضاءة كأنها يعني أضاء مصابيح الفلوريسنت، كلها مضاءة، فتصور واطمأن، هذه هي إذن المدينة، وأعجبته فعلا، قال كما كنت أريد. وبعد ذلك، بعد أن في اليوم التالي وقف المنصور وقد بدأت لحظة البناء، وكانت الأسر قد حفرت طبعا، عفوا أنا قلت اليوم التالي، ربما بعد فترة إلى حفرت الأسس. المهم في اليوم التالي لحفر الأسس وقف المنصور وبيده أول آجرة أو طابوقة ستوضع في هذه الأسس، وكان وزن الطابوقة أو حجمها في ذلك الوقت ذراع في ذراع، يعني 50 سنتيمتر في 50 سنتيمتر. المؤرخون بحمد الله يعني لم تفتهم هذه، يعني طابوق من حجم كبير، الفرشي مثل ما نسميه، ولكن 50 في 50. وحمل الطابوقة بيده ووضعها في الأسس وقال ابنه، وتلا قوله تعالى والأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين، ابنوا على بركة الله. ففي هذه اللحظة وضع جميع الطابوق بأيديهم وضعوه في الأسس، وبدأت بغداد تبنى سافا بعد ساف، عمق أو عرض السور الخارجي، حتى نتصور فخامة وضخامة ومناعة المدينة
قدره المؤرخون بعشرين ذراعا، لكن السور الداخلي أعرض من ذلك، حدود 40 ذراعا. إذا قلنا أن الذراع كان 50 سنتيمترا، 20 ذراعا يعني 10 أمتار، والثاني 60 يعني 30 مترا. هذا عرض السور الأسس، تخيل يعني أي متانة هذا. وكان مضطرا إلى ذلك لأن سهل الرسوب كما نعرف، سهل مدينة بغداد يخلو من الصخور في أرض رسوبية، يعني ليس أمامه إلا الطين، فبنى من هذا الطين جبلا أحاط بمدينته، وسنتحدث عن ذلك في حديث مقبل إن شاء الله.